بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في هذا الفيديو غنحاول نكمل الدرس ديال العمليات على الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة. طبيعي إذا غنحاول نشوف القاعدة الثانية من خلال هذا النشاط. إذا عندنا نشاط وحسب ما يلي: أ تساوي 13 زائد 2 ضرب 5 ناقص 7 زائد 14 ضرب 7، ثم عندنا العملية الثانية اللي هي بي كتساوي 5 ضرب 6 ناقص 4 ضرب ناقص 4 زائد 8 ناقص 27 ضرب مقسوم على 3. من هنا خدينا العملية الأولى، إذا عندنا أ كتساوي 13 زائد 2 ضارب 5 ناقص 7 زائد 14 مقسومة على 7. إذا إلا خدينا هذه العملية فهي مكونة من كاين عملية ديال الجمع، ثم كاين عندنا العملية ديال الطرح، ثم العملية ديال الطرح، ثم العملية ديال الجمع، ثم العملية ديال القسمة. إذا كان عندنا واحد العملية فيها الجمع والضرب والطرح والقسمة، هنا أول حاجة غادي نديرو شناهي هو غادي نحسبو العملية ديال الضرب والعملية ديال القسمة. إذا فين كاين عندنا الضرب؟ إذا كاين عندنا 2 ضارب 5، إذا غنعطيها الأسبقية، وعندنا 14 مقسومة على 7، عندنا طوال الأسبقية. إذا غادي نجيو غادي نديرو يساوي، هنا باش ما تنتلفوش، عندنا الحد الأول شحال فيه؟ كاينة 13 كنكتبوها، زائد 2 ضارب 5، 2 ضارب 5 شحال؟ هي 10، شحال 7 ناقص 7، زائد ثم تنوصل للحد الآخر اللي فيه القسمة، 14 مقسومة على 7 اللي هي شحال؟ 2، ها حنا كتبناها، ثم شبقى عندنا؟ بقى عندنا الجمع والطرح. وإذا كان واحد العملية فيها الجمع والطرح شنو قلنا؟ نبدأ الحساب من اليسار نحو اليمين حسب الترتيب. إذا 13 زائد 10 اللي هي 23 ناقص 7 زائد 2 تساوي، ثم 23 ناقص 7، إذا 23 غادي نقص منها 7، 13 ناقص 7 اللي هي 6، وجوج ناقص 1 اللي هو 1، إذا كتساوي 16 زائد 2، و 6 زائد 2 اللي هي 8. إذا نفس الشيء غادي نشوفوا العملية الثانية، بي تساوي 5 ضارب 6 ناقص 4 زائد 8 ناقص 27 مقسومة على 3. إذا هنا عندنا العملية، إذا أول حاجة غادي نشوفوا كاين عملية ديال الضرب، وهنا عندنا العملية ديال القسمة، ثم عندنا الطرح وعندنا الجمع. إذا أول حاجة غادي نحسبوا العملية ديال الضرب والعملية ديال القسمة. 5 ضرب 3 6 اللي هي 30 ناقص 4 زائد 8 ناقص 27 مقسومة على 3 اللي هي 9، 30 ناقص 4 اللي هي 26 زائد 8 ناقص 9، ثم إلا حسبنا 26 زائد 8 كتساوي 34 ناقص 9، ثم 34 ناقص 9 نضيف بواسطة زوج 14 ناقص 9 اللي هي 5، 3 ناقص 1 اللي هي 2، إذا كتساوي 25. وبالتالي القاعدة اللي عندنا، إذا عندنا قاعدة هي لحساب سلسلة من العمليات مكونة، يعني هنا بدون أقواس، لحساب سلسلة من العمليات بدون أقواس مكونة من الضرب والقسمة والجمع والطرح، هنايا ننجز عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح، ثم نطبق قاعدة الأولى اللي شفناها في الفيديو السابق. إذا هنا لحساب سلسلة من العمليات بدون أقواس مكونة من عمليات ديال الجمع والضرب والقسمة والطرح، هنا ننجز عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح، ثم نطبق القاعدة الأولى. القاعدة الأولى شنو هي؟ وإلا كان عندنا الجمع والطرح في هذه العملية، نبدأ الحساب من اليسار نحو اليمين حسب الترتيب. واحد مثال، عندنا 22 ناقص 2.5 زائد 7 ضارب 2 ناقص 11 زائد 8.6 مقسومة على 4 زائد وناقص ناقص 1.5. إذا كنلاحظ بأن عندي عملية ديال الطرح، عملية ديال الجمع، عملية ديال الضرب، عملية ديال الطرح، عملية ديال الجمع، عملية ديال القسمة، عملية ديال الطرح. إذا أول حاجة شنو غادي ندير؟ غادي نحسبو العملية ديال الضرب ثم العملية ديال القسمة. إذا قبل ما ننجز الطرح والجمع ننجز عملية ديال الضرب والقسمة.
القسم هذا شنو غيعطينا؟ اذا كنحتفظوا بالحد الاول اللي هو 22 ناقص 2.5 زائد هنا عندي عمليه ديال الضرب 7 ضارب 2 اللي هي 14 ناقص 11 زائد 8.6 مقسوم على 4. اذا غادي نجي نحسب 8.6 مقسومها على 4، اذا غادي نحيدوا الفاصله من هنا غتولي عندنا 86، تولي عندنا 86 مقسومه على، اذا نضربنا في 10، اذا حنا غنضربوها في 10 مقسومه على 40. اذا 86 شحال فيها من 40؟ فيها 2 0 4 اللي هي 8 ناقص 6 ناقص 0، ثم عندنا 8 ناقص 8 اللي هو 0. هنا غادي نزيدو في 0 نديرو الفاصله 60 شحال فيها من 40؟ فيها 1. اذا 1 في 40 اللي هي 40 ناقص 30 0، 6 ناقص 4 اللي هي 2 اللي عندي في 0. 200 شحال فيها من 4؟ فيها 5، 5 في 0 اللي هي 0، 5 في 4 اللي هي 20، 30 0 0 اللي هي 0. وبالتالي الخارج فهو 2.15. ثم غادي نكملو ناقص 1.5، ثم تنحسب 2 في 22 ناقص 2.5 نحسبوها شحال غتعطينا. إذا غادي نحسب، غادي نجي هنا لتحت ونحسب 22، أنا بما أن عندي رقم الفاصلة غادي ندير صفر، هي 2 تحت من الوحدة ديال 2 يعني الجزء الصحيح، و5 ناقص، إذا غندير في 10 ننزل بواحد، إذا 10 ناقص 5 اللي هي 5، 2 ناقص 3 ميمكنش، إذا 12 ناقص 3 اللي هي 9، و2 ناقص 1 اللي هي 1. شحال كتساوي؟ 22 ناقص 2.5 اللي هي 19.5 زائد 14 ناقص 11 زائد 2.15 ناقص 1.5، ثم من بعد نحسبو 19.5 زائد 14، إذا 19.5 زائد 14، 14 فهو الجزء الصحيح، إذا غنضيفو ليه الفاصلة هنا، فاصلة صفر، تعدنا الجمع، إذا 5، 4 زائد 9 زائد 4 اللي هي 13، تحتفظو بواحد، 1 زائد 1 هي 2 زائد 1 اللي هي 3، هنا رقم ولا فاصلة، إذا 33.5 ناقص 11 زائد 2.15 ناقص 1.5. ثم غادي نحسبو هادي، إذا غادي نقصو منها شحال؟ ناقص 11 اللي هي 11.0، إذا 5 ناقص 0 اللي هي 0، 3 ناقص 1 اللي هي 2، 5 ناقص 0 اللي هي 5 عفوا ماشي 0، 3 ناقص 1 اللي هي 2، 3 ناقص 1 اللي هي 2، عندنا رقم الفاصلة تساوي، إذا 22.5 زائد 2.15 ناقص 1.5، ثم من بعد إذا غادي نديرو 22.5 زائد، بما أن عندي جوج الأرقام إذا غنضيف صفر هنا، إذا 22.50 نضيفها اللي هي 2.15، إذا 2 غادي نجي تحت الوحدات اللي هي 2 فاصلة تحت الفاصلة، هنا 15، والجمع 0 زائد 5 اللي هي 5، 5 زائد 1 اللي هي 6، 2 اللي هي 4، 2 اللي هي 2، عندنا جوج الأرقام إذا غتساوي عندنا 24.65 ناقص 1.5، إذا ناقص 1.5، إذا 1.5 نضيف 0، 5 ناقص 0 اللي هي 5، 6 ناقص 5 اللي هي 1، 4 ناقص 1 اللي هي 3، 2، إذا بقى عندنا 2، إذا غتساوي عندنا 23.15. درت التصحيح ديال التمرين 1 و2 صفحة 17، إذا عندنا التمرين 1، إذا العملية اللي عندنا عندنا 36 ضارب 4 ناقص 6، إذا هاد العملية فيها الضرب والطرح، غادي نسبقو العملية ديال الطرح، إذا تتساوي، إذا إلا جينا نحسبنا 36 في 4 شحال غاتلنا؟ 4 في 6 اللي هي 24، نكتبو 4 ونحتفظو بجوج، 4 في 3 اللي هي 12 زائد 2 اللي هي 14، إذا غاتلنا 144 ناقص 6. إذا نجيو هنا نقصو منها 6 ونحطو تحت من الوحدات، 4 ناقص 6 لا يمكن، إذا 14 ناقص 6 اللي هي 8، 4 ناقص 1 اللي هي 3، 1، إذا 138.
ثم عندنا العملية بي كتساوي 36 ناقص 4 ضارب 6. نفس الشيء عندنا الطرح، عندنا العملية ديال الضرب. أول حاجة غنسبقو العملية ديال الضرب، إذا 36 ناقص 4 في 6 اللي هي شحال 24. ثم عندنا 36 ناقص 24، 6 ناقص 4 اللي هي 2، 3 ناقص 1، 3 ناقص 2 اللي هي 1، إذا كتساوي 12. ثم عندنا العملية الموالية كتساوي 36 زائد 4 ضارب 6. احنا عندنا الجمع والضرب، إذا دائما عندو الأسبقية العملية ديال الضرب. 4 في 6 اللي هي 24، إذا 36 زائد 24، 6 زائد 4 اللي هي 10، احتفظوا بواحد، 1 زائد 3 4، زائد 2 اللي هي 6، تساوي 60. ثم العملية أش تساوي، إذا 36 مقسوم على 6 ناقص 4، إذا 36 مقسوم على 6 كتساوي، إذا عندنا القسمة وعندنا الطرح، إذا عندي الأسبقية لعملية القسمة، 36 مقسوم على 6 اللي هي 6 ناقص 4، 6 ناقص 4 فهي 2. ثم العملية الأخرى اللي هي سي تساوي 4 زائد 36 مقسومة على 4، إذا 4 زائد 36 مقسومة على 4، إذا عندنا الجمع والقسمة نعطي الأسبقية لعملية القسمة، 36 مقسومة على 4 اللي هي 9، 4 زائد 9 اللي هي 13، وتصحيح ديال 80 جزء في 17. إذا العملية الأولى اللي هي أ تساوي 315 ناقص 14 زائد 5 زائد 2 ناقص 7. إذا هذه العملية فهي مكونة من عملية ديال الجمع والطرح، إذا عندنا الحساب من اليسار نحو اليمين، إذا 315 غادي نقص منها 14، 5 ناقص 4 اللي هي 1، 1 ناقص 1 اللي هو 0، ثم عندنا 3، إذا 301، شنو بقى عندنا؟ زائد 5 زائد 2 زائد ناقص 7 تساوي 301 زائد 5 اللي هي 306 زائد 2 ناقص 7، 306 زائد 2 اللي هي 308 ناقص عفوا ناقص 7، 308 ناقص 7 اللي هي 301. ثم عندنا العملية بي تساوي 7 ضارب 5 زائد 5 زائد 3 ضارب 4. إذا كنلاحظ بأن عندي عملية ديال الضرب، الجمع، ثم عندي الجمع، ثم عملية ديال الطرح، إذا عندي الأسبقية العملية ديال الضرب، 7 في 5 اللي هي 35 زائد 5 زائد 3 في 4 اللي هي 12، كانت هي الأسبقية، 35 زائد 5 اللي كتساوي 40 زائد 12، 40 زائد 12 اللي هي 52. ثم العملية سي، إذا عندنا 17 ناقص 8.897 زائد 0.21، عملية الطرح وعملية الجمع. إذا نبدأ الحساب من اليسار نحو اليمين، هنا شحال من رقم عندنا؟ ورا فاصلة واحد جوج ثلاثة، إذا عندنا 17 غتولي عندي 17.0، ثلاثة ديال الأصفار، هنا عندنا 8 تحت من الوحدات اللي فوق في الجزء الصحيح، هنا عندنا فاصلة تحت الفاصلة 897، عندنا ناقص 10 ناقص 7 لا يمكن، إذا 10 ناقص 3 7 اللي هي 3، 0 ناقص 10 لا يمكن، إذا 10 ناقص 10 اللي هي 0، 0 ناقص 9 لا يمكن، إذا غنضيف 10 هنا ونضيف 1 هنا، 10 ناقص 9 فهي 8، 10 ناقص 9 فهي 8، عفوا 10 ناقص 9 فهي 1. ثم 7 ناقص 9 لا يمكن، إذا 17 ناقص 9 فهي شحال؟ 8، 1 ناقص 1 اللي هو 0، شحال من رقم عندنا؟ إذا 3، شنو غتساوي عندنا؟ 8.103، ثم زائد 0.21، إذا غادي نضيفو 0، إذا 0 غيكون تحت من الوحدات اللي هو 0، فاصلة، ثم عندنا 2، 1 وغنضيفو 0. 3 زائد 0 اللي هي 3، 0 زائد 1 اللي هو 1، 1 زائد 2 اللي هي 3، 8 زائد 0 اللي هي 8، عندنا 3 د الأرقام، إذا كتساوي 8.1.
313. ثم بقات لنا العملية لجوج العمليات أخرين. إذا عندنا أو تساوي 0.9 زائد 0.09 زائد 90 زائد 90. كنلاحظ بأن هنا عندنا عملية ديال الجمع، إذا عندنا حساب من اليسار نحو اليمين. إذا 0.9 هنا عندنا ثلاثة الأرقام، إذا عندنا جوج ديال الأصفار، زائد 0.009، 0 زائد 9 اللي هي 9، 0 زائد 0 0، 0 زائد 9 0 اللي هي 9، ثم 0. إذا هذا عطينا 0.909 زائد 90 زائد 9، ثم عندنا 90. إذا هنا غادي نجي نكتب 0.90، عندنا الفاصلة 0 0 0، ثلاثة ديال الأصفار. إذا 9 0 زائد 0 اللي هو 0، 0 زائد 9 0 زائد 0، 0 زائد 9 اللي هي 9، عندنا ثلاثة ديال الأرقام. إذا عطينا هي 90.909 زائد 9 تساوي، إذا غنضيفو ليها هنا 9 ونضيفو ثلاثة ديال الأصفار. إذا غتعطينا 0 زائد 9 اللي هو 9، 0 زائد 0 0، 9 زائد 0 اللي هي 9، 0 زائد 0 اللي هو 9، 9. إذا غتعطينا 99.909. ثم عندنا العملية الموالية اللي هي اش تساوي 0.6 زائد 7 زائد 2.45 زائد 3.735 تساوي. تا شنو غتساوي عندنا؟ 0.6 زائد 7، إذا 7 فهو جزء صحيح، حطو تحت الجزء الصحيح، 0.0، إذا 6، إذا 7.6 زائد 2.45 زائد 3.735 تساوي. إذا 2.45، إذا 2.45، غنضيفو 0 باش يكون عندنا جوج الأرقام، 0 زائد 5 اللي هي 5، 6 زائد 4 اللي هي 10، نكتبو 0. طابتو بواحد، 1 زائد 7 اللي هي 8، زائد 2 اللي هي 10، إذا 10.05 زائد 3.735 تساوي. إذا هنا غنكتبو 3، يعني إذا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الوحدات تحت الوحدات، إذا عندنا 735 غنزيدو 0، 0 زائد 5 اللي هي 5، 3 زائد 5 زائد 3 اللي هي 8، 0 زائد 7 اللي هي 7، 0 زائد 3 اللي هي 3، ثم عندنا 1، إذا كتساوي 13.785. وبعدها نكون وصلنا لتصحيح ديال التمرين 2. واللي عنده شي سؤال يخليه في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.